صراحه راه ملي كتسمعها رسالتي موجهه للمسؤولين، فينكم؟ واش مرتاحين من بعد ما كتسمعوا هذه الهضره هذه، ومن بعد ما كتشوفوا هذا الوضع هذا ديال هاد الناس اللي في هذا السن اللي قدهم قد والدينا، وكتسمعهم كيخرجوا كيخدموا على قبه 300 ريال في النهار؟ نهار اللي غلب علينا الكراق، الشهر الاول الشهر الثاني خرجونا للزنقه، خلينا حويجناتنا مشتين وجينا بتنا هنا في المسيره واحد. يعني بالرابوس كندير الرشاشات، دابا الا ما كانش عندي الرشاشات ما كنعش. جوج ديال الرشاشات كنعمل فورتولين اكسولين تنديرهم جوج رشاشات في الشهر. وجينا عند منين انتم خدامين؟ من الصباح. شحال تقريبا الساعة؟ من 9. 9 الصباح ودابا تقريبا 3. من 9 الصباح 3 مدخلين 300 ريال. وإلا ما درتيش الرشاشة؟ ما إلا ما درتش الرشاشة من ركابي كيخوا، ما كنقدرش نوقف، ما نقدرش. هذيك الليله اللي نعسوا هنا، يعني عرفنا انا ملي يعني كنتو ناعسين في شي بلاصه وصبت الشتاء. انا كون لقيت شي واحد يقول لي اجي تسكن حضري المحل نريح ندبر على ما ناكل ولا ما نشرب، اش من باغي ندير لا دنيا لا حتى شي حاجه قابل على الصلاه. متابعينا الاشواق تي في، اهلا ومرحبا بكم. طبيعة الحال غتكونوا تبعتوا معنا الفيديو الاول اللي صورناه في حي مولاي رشيد، بالضبط في المسيره واحد، ملي كان نشرت واحد الصوره ديال واحد الرجل والزوجه ديالو اللي هما كبار شويه في السن، يعني كبار في السن، وكانوا مراد وكانوا ناعسين في الزنقه. من بعد هذه الصوره هذه اللي تعاطفوا مع المغاربه في مواقع التواصل الاجتماعي، جينا وقلبنا عليهم في مولاي رشيد، ولكن في نفس النهار ما لقيناهمش. الان تواصلنا مع الاخت كريمه اللي هي صاحبه المحل، اللي كانوا واحد الليله يعني باتوهم واحد المحل، اتصلت بينا الحمد لله الناس لقيناهم. بزاف ديال المغاربه كانوا كيبحثوا عليهم، تواصلوا معنا وبغوا النمره ديالهم، بغوا يتساعدوا معاهم، ولكن ما كانوش عارفين كيفاش يوصلوا لهم. الحمد لله اخيرا لقيناهم، واخيرا غادي نحط الرقم ديالهم ونخليكم حتى نتوما تتصلوا بهم وتساعدوا معاهم. ولكن في الاول غنعرفوهم علاش بالضبط باتوا هذيك الليله هنا، وشنو المعاناه اللي كيعانوا منها. السلام عليكم استاذ محمد، بخير؟ الله يجزيكم بخير. حنا كنا كارين عند شي ناس، هذوك الناس حقاره مدة ديال شي 10 شهور وحنا ساكنين عندهم. في الاخريه غلب علينا في هذا الكونور الكراق. اسمح لي، 10 شهور كنتو كتخلصوهم عادي بشكل عادي؟ كنخلصوهم ديما، كل شهر كنخلصوهم. نهار اللي غلب علينا الكراق، الشهر الاول الشهر الثاني خرجونا للزنقه، خلينا حويجناتنا مشتين وجينا بتنا هنا في المسيرة واحد. ريحنا بتنا الليلة الأولى الصباح تلاقى معنا واحد السيد دانا الواحد. هذيك الليلة اللي بتو هنا يعني بتو انتوما غير ليلة واحدة؟ غير ليلة واحدة. كيفاش جلس عندكم هنا مع الناس ديال الدرب، تعاونوا معاكم؟ تعاونوا معنا مزيان، شي ناس جابوا لنا العشاء، جابوا لنا مونطات باش تغطينا، والغد الصباح هزينا حويجاتنا كنا نمشيو نقلبوا في شي بلاصة أخرى. تلاقى معنا واحد السيد دانا لعاد السمسار، كرا لنا واحد البيت ب 10,000 ريال في هاد الشهر 10. حنا دابا ساكنين فيه، وهاد الشهر ما عندناش تاني باش غنخلصوه. جينا عدد الناس باش يساعدونا، إلا لقينا شي مومون ولا شي حبيب يساعدنا. حنا قلا صحة وما عندنا لا تقاعد لا ما عمرنا نخدم في الشركة، أنا كنت كندير نبيع ونشري شفناج. نهار اللي قلا صحة ما بقاش قادر على داك الشيء. يعني دابا شنو كديروا؟ دابا كنبيعوا غير كلينكس في روجات ديال الطوموبيل. شحال عندك من عام؟ شحال عندي في العمر ديالي؟ زايد في 55، عندي 64 سنة. وهذا هو الحل اللي كنقصدوا على الناس. كتعاني من شي مرض ولا لا؟ كنتعاني بالرابوس، كندير الرشاشات. دابا الا ما كانش عندي الرشاشات ما كنعش. جوج ديال الرشاشات كنعمل فورتولين اكسولين تنديرهم جوج رشاشات في الشهر. بلا سمح لي، السلام عليكم لالا. كيف سمعتي الزوج ديالك؟ بغينا نعرفوا انت يعني على حسب ملي جينا وسمعنا المعلومات، كنتي مريضه في هذيك الليله اللي بتو هنا ياك؟ مرضت فيها بزاف، بقى فيا الحال، ترفصونا دوت الناس، ومرت جي طايح لي الطانسيو بزاف، ولقيت هاد الحباب تعاملوا معنا مزيان. يعني هاد الناس هادو 10 شهور انتم كارين عندهم كتخلصوهم، ولكن شهر واحد كنظن ما خلصتهمش، شهرين خرجوكم للشارع. شهرين بالموضة، شهرين ما عندناش اولدي، وما صبروش لينا، قالت لا تخلصوا. صافي هزينا شي مينطات جينا هنا، تعاملوا معنا هاد الموالين الدربي الله يخلف عليهم، جابوا لنا العشاء، ما
ما خسرونا حتى شي حاجه، ولكن انا جيت مريضه بزاف. شنو المرض اللي كان عندك؟ طاح لي الطنسيون وعندي السطور، تنتعسل بوحدي، عندي السطور، عندي الواعر وتي الله. يعني حاليا انتي كتبيعي مع الزوج ديالك كلينيك؟ نخرجوا بجوج ندخلوا بجوج في الفيروجات، والحمد لله لقينا هاد الحباب تعاملوا معانا. والوقت اللي دابا وليت شويه جيت لعند هاد السيده حيت تعاملوا معانا كلهم، سولنا على ماني ندير، سولنا قالت لي فين مشيتو، رجعوا الناس يسولوا عليا، تمت لارات انت مريضه. وحاليا دابا كيفاش دايره الوضع ديالكم؟ يعني كيف ما قال الزوج ديالك انا شي واحد كرا ليكم، يعني خلص ليكم شهر، كيفاش نتوما غاديين تكملوا يعني غتخلصوا الشهور الاخرين؟ هاد الشهر هذا ما عندناش نخلصوا ما والو. تقريبا شحال كتدخلوا في النهار في هاد كلينيكس في هاد الايامات؟ والو ما تينش ولدي، هو دخل دابا 300 وانا 300، وجينا عند منين نتوما خدامين؟ من الصباح. شحال تقريبا الساعه؟ من 9 9 الصباح، ودابا تقريبا 3، من 9 الصباح 3 مدخلين 300 ريال، يعني ما كاينش المدخول بزاف. والو ما تينش ولدي، ما تينش، مازال بكريتال المدخول. ولكن نسولك هاد 300 ريال يعني شحال راس المال باش كلينيكس بحال شاريين؟ يعني شحال الربح، شحال الربح فيها؟ تنشريو ب 1000 فرانك. 4 ريال في الباكية. الباكية فيها 15 كناخذها ب 10 دراهم. كنبيعوها بدرهم الكلينيكس. درهم الواحد. كاين اللي ما كياخذش كيقول لك هاك درهم جوج دراهم كيمشي بحالاته. هذا هو. عندكم وليدات؟ عندنا بنيه وحده دابا هي اللي كتعيش معنا، وولد راه كاين اساسا في الشارع. شحال عنده تقريبا من عام؟ عنده شي 28 عام. والدريه راه مريضه في راسها على الناس والراحه في الدار. الا ما ديناش ليها ما تاكل ما كتخرج ما كتدرش. لا علاش عندها شي مرض؟ نعم؟ عندي تابي شويه، على عقليه ديالها شويه ناقصه. شفتوا لا شي طبيب ولا ما عندكمش يعني باش غادي تاخذوا؟ عندنا الله ولدي فعلا عندكم الله، ولكن خصنا نعرفوا هادي. ما شنا لا والو، ما شنا لا، راهي تتعذب رانا وحنا تنتعذبوا. يعني صحيب الحال العيشه بحال هكا بزاف ولدي، بزاف بزاف معذبين بزاف، والحمد لله. كنشوفوا يعني ناس كبار في السن يعني وصلتوا لهذا العمر هذا، خصكم ما تبقاوش تخدموهم، خص بزاف الحوايج. لا بغاو الصحة ما كايناش. والو ما كايناش الصحة، ولا بغاو يتعاونوا معنا شي محسنين، الله يجعل ربي يحفظهم ويسترهم، الله يجازيهم بخير. هاد الشيء اللي تينا ديال الوضعية اللي حنا فيها ولدي، ما خزلنا عليه تما والو، تا ولدي لو بغيتو تمشيو تشوفو تينعس في الزنقة نديهم. بالنسبة عندك بالنسبة للمرض ديالك، عندك شي دواء كتشربيه؟ عندي الدواء ولدي. واخداه دابا ولا لا؟ لا ما معاياش دابا. لا زعما واش شاريه دابا؟ شاريه ولا لا؟ عندي في الدار دابا، يلاه شرات لينا هاد المراه هادشي. ماشي مشكل داكشي، ما كاينلاش نوري. ولا الدواء كيتشريو لها الناس البراوات ديال السكر وديال الطانسيو كيعطيو لها تاهي الناس. وانت يعني تقريبا شحال عندك في الشهر يعني ديال الدواء؟ عندي انا دابا 4 رشاشات في الشهر، 900 و 6 ريال الرشاشه. عندي 4 في وقت الشتاء كندير تنوصل حتى ل 5 في الشهر. وإلا ما درتيش رشاشة؟ ما إلا ما درتش الرشاشة من ركابي كيخوى وما كنقدرش نوقف، ما نقدرش. هذيك الليلة اللي نعستو هنا يعني عرفنا أنا ملي يعني كنتو ناعسين في شي بلاصة وصبت الشتاء ياك؟ كان البرد، كان البرد. كان البرد. ونضت وحدة في الماتنا. هاي دار هنا في القنت. ولاحتنا تما فدات البلاصه، وهي تجي واحد المراه وهي تولينا اجيو هنا نعسو هنايا، جينا هنا نعسنا تامر الله في الصباح. هذيك السيده يعني اللي في ماتكم تي راه فيها، راه عندها اجر، لان بسبب هذيك الصوره وبسبب هذيك يعني الناس دابا ولاو كيقلبوا عليكم، كانت سبب. هذا الشيء اللي تينا ولدي. يعني راه كان نيتها انها هي تساعد معاكم. هذا الشيء اللي تينا ولدي. شنو دابا تبغيو توصلوا للناس يعني المغاربه اللي قلبوا عليكم والمغاربه اللي بغيتهم يتساعدوا معاكم؟ يساعدونا اللي ولد الناس يعاوننا بشي حاجه ويساعدنا يكري لينا ولا يدينا لشي محل نريحوا فيه ونخدموا لشي حاجه ليه ونرتاحوا صافي اينا من الكراهم ومن الجري ومن
عييت وزلت الصحه ما بقاتش. انا كون لقيت شي واحد يقول لي اجي تسكن حضر لي المحل نريح ندبر على ما ناكل ولا ما نشرب، اش من باغي ندير لا دنيا لا حتى شي حاجه، قابل على الصلاه والله يجعل البركه. الله قنعت الحمد لله. هذا هو شنو بغيت تقول للناس المحسنين اللي حتى هما كيقلبوا يعني باش يتساعدوا معك؟ ساعدوا معنا المحسنين، الله يرحم ليتهم الوالدين، الله يعاونكم على دير الله، رحنا مترفسين بزاف، تعاونوا معنا باش ما قسم الله حنوا علينا، راه تشوفوا فينا اللي قسم الله راه عرفتوه. متابعينا كيف ما سمعتوا القصه ديال هاد الناس اللي بطبيعه الحال حتى نتوما كنتو كتقلبوا عليهم صراحه، وبزاف ديال الناس اللي ما خلاوش من جهدهم وحضروا لعي المكان من بعد ما تنشرت هذيك الصوره، الحمد لله وبفضل الله لقيناهم، والان غادي نحط الرقم ديالهم، وحنا على يقين يعني ومتاكدين ان كاينين المغاربه وكاينين المحسنين اللي غادي نساعدوا معهم. كيف ما كتشوفوا راه يعني كتجيك تبوريشه ملي كتسمع ناس في هاد السن ومازال كيدوروا كيبيع كلينكس، انه من الصباح دابا الثلاثه ديال العشيه عنده 300 ريال صراحه. راه ملي كتسمعها رسالتي موجهه للمسؤولين، فينكم؟ واش مرتاحين من بعد ما كتسمعوا هذه الهضره هذه، ومن بعد ما كتشوفوا هذا الوضع هذا ديال هاد الناس اللي في هذا السن اللي قدهم قد والدينا، وكتسمعهم كيخرجوا كيخدموا على قبه 300 ريال في النهار؟ صراحه هذا الشيء راه يعني صعيب بزاف اننا نتبعوا واننا نشوفوا هذا الشيء ونبقاو ساكتين. املنا في المحسنين واملنا في المغاربه داخل الوطن وخارجه انهم يتواصلوا مع هاد الناس وانهم يساعدوهم، وان شاء الله غادي يكون غير الخير، وهادشي اللي غادي هادشي اللي غادي نتمناو. متابعينا كان معكم حمزه، الصوره لنا والتعليق لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.